السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير يا ربي. لاول مره يدخل القناه ماذا بيك تفعل الزر وابوني باه يلحق كل جديد، واللي حبابي معايا في القناه ما تنساوش لايك لا فيديو. لا فيديو هذا تاع اليوم يهم كل وحده مقيمه وراح تروح في لي فاكونس. كما تعرفوا كيما نجيو نروحوا نبقى محصلين، ما لازم نيتواي ولازم الحوايج اللي راح نديهم اللي راح نخليهم. كيما هنا الحوايج اللي راح نديروهم قبل ما نروحوا راح نديو مده طويله. لازم اللي عندها فريجيدار فلاشومبر تاعها لازم تطيش اي حاجه بقاتلها وتطفيه وتغسله، ما خطراش كي نخليوه شاعل راح يطفي وتريسيتي، والحوايج اللي راح يبقاو فيه راح يفسدوا ويديروا لنا ريحه كي نرجعوا. الله لا يشوفكم نورمال على بالكم بيها. لما تغسليهم باينه به ما يديروش الريحه وما يبقاوش اي حاجه. اي حاجه محطوطه في الارض لازم نهزوها على بالكم ديما، تصرى تكون تصبنو قاويه يدخل الماء لي شومبر سورتو ريتشوسي ولا جهه الطاقه تدخل الماء. يعني اي حاجه راح تكون في الارض راح تفسد لك، وكي تقعد مده يعني راح دير ريحه كيما تعرفوا مالا ايفيتيو عليكم. وهزوا اي حاجه راح تبقى في الارض. كيما انا هنا خليت غير حوايج تاع صبيغه اللي صبغت بهم لا شومبر والحوايج اللي يليقوا انهم يقعدوا في الارض. لهنا في الجدار تاعي كيما قلت لكم غسلته ومسحته بالخل باه يتنحى الريحه، وخليته محلول قبل الروح باه يشيح باه يبس ما يبقاش فيه الماء هذاك ويدير لي ريحه كون يتسكر. ما تنساوش طيشوا اذا عندكم خضره جماعة اللي مدايره كوزينه، اذا بقات لكم خضره لازم تطيشوها مخطرش كون تقعد مده راح تفسد وراح تخمج لا شومبر. هنا انا مغطيه حوايجي كما راكم تشوفوا على الغبره، لما عن ثاني غسلتهم ومغطيتهم. اي وحده تجي تروح في الفاكونس احنا كل على بالنا نجي نبقاو حاصلين في الحوايج كيف راح نديوهم وكيف نروحو سنتي نبقاو حاصلين. والله نبقاو حاصلين نبغيو نديو حوايجنا كامل وما يصلحش نديوهم، وكون ما نديوهمش راح نحتاجوهم. كيما انا كي نجي نروح نحصل 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 لهنا سيبو لميت حوايجي كملت وراني لابسه قشي باه نروح. كي نجي نروح نموت بالفرحه، والليله هذيك ما نرقدش نكون عندي مده ما روحتش للدار. اون بليس نبقى غير نخمم واش ندي واش نخلي. هنا الحوايج كيما راكم تشوفوا مجموعي حاولت نقص على قد ما نقدر. كيما هنا نقصت لهنا حاطه حوايجي، هذه حاطه فيها الكورباي تاع كريستال اونكا قلقتني في الطوموبيل نعاود نلوحها فيها، هي نورمالمون نديها معايا نحطها في الفاست مي كنت قلقني ها هي وينتا نحطها في الكورباي. هذا ساك تاع بي سي بروفيتي تحطت فيه لي سير لي شارجر لما فيه وفرات اي حاجه نحتاجها حطيتها فيه. لازم حنا سيبو كملت وراني خرجت راني في تاكسي تاع لاسان تي في وما نسوش ديما معايا كريستال. تروح كيما هيك طريق كامل منا للدار ربع سوايع وهي قاعده هيك ما تروح حتى البلاصه وما تقلقنيش ومن نستني على الاخر في لاشومبر. اي وحده تقولي ما نشتيش القطاط انا نحب القطاط وراي منستني على الاخر. كيما قلت لكم الحاجه الوحيده اللي تمرمدوا فيها كل وحده مقيمه تتمرمد فيها هو كي نجيو نروحوا لديارنا في لي فاكونس حوايجنا يغيظونا نخليوهم، خاطرش كي نروحوا راح نحتاجوهم. كون ما نديوهمش تقول كون جبتو، وكون نديها ثاني ما ندير بها والو تقول كون خليتها شغل ترونسبور يعي وزيد الباجاج هذاك تعطل وهبط وما تلقاش كل اللي يجيب يديهولك بدراهمك ويزيدو يشنفوا عليك وما يهزولكش. هذه الحاجه اللي تضر في كل واحد مقيم، هذه الحاجه اللي تضر كي يجي يروح في الفاكونس باش يكون عنده الباجاج كبير. هنا سي با حكي لنا تاكسي ونجيبوها ربع سوايع حنا هك كريستال ترقد من الجهه هذه للجهه هذه ربع سوايع منستني هذه حكايتها. نجيب طريق كامل وانا مع كريستال لهنا روحت قهوه وبعدها تلاقيت بروفي القط اللي خلياته في الدار. وبعدها كو على بالكم روحت للدار سنيتهم حتى نروحوا ميتين بالفرحه وانا كيف كيف. لقيت ماما كانت برا ما وجدتش عشاء جابت وجدت حاجه خفيفه ولا ما نساو
بابا العزيزة اللي دار لي خبز الدار هو ماما، قالها راح تروح حاجة اليوم تشتي خبز الدار نديرو لها خبز الدار. إن شاء الله ربي يحفظ لنا كامل والدينا يا رب. لهنا نبقيكم بخير خالتي، ماذا بكم ابوني وفعلوا الزر بيحكم كل جديد. نحبكم كامل، باي باي.